هناك نسأل الله يحفظنا وإياكم يثبتنا وإياكم. هناك ذنوب السرائر كفانا الله شرها أمرها عظيم عند الله عز وجل. يظهر الإنسان بمظهر أمام الناس كل أحد يثني عليه، إذا خلا فإنه يعمل أمورا لا يطلع عليه فيها إلا الله، لكن لما كان الناس ينظرون إليه استعظم أمر الناس، فلما خلا والعياذ بالله هان عليه نظر الله. هذا أمر عظيم جدا أن يكون الإنسان بهذا المستوى، أن يهون عليه نظر الله. لهذا قال بعض السلف: لا يكون الله أسهل الناظرين إليك، يعني إذا نظر إليك الناس تركت المنكر، فإذا خلوت ولم ينظر إلا الله عز وجل سهل الأمر عليك. وهذه الحقيقة في أصلها صفة من صفات المنافقين عياذا بالله، لا ينبغي بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلق بها، فإن المنافقين هذا شأنهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لهذا ممن يلقون في النار عياذا بالله رجل يجتمع عليه أهل النار، إذا رمي فيها اندلقت أقتاب بطنه، فيقولون يجتمعون عليه: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف فلا آتي، وأنهاكم عن المنكر فآتي. ما في القيامة إلا الوضوح، ما في القيامة إلا الأمور التي لا يمكن أن تخفى إلا أن يستر الله تعالى العبد. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويعيدنا من شرها. ولهذا في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، تلجأ إلى الله عز وجل، تفر إلى الله من شر من؟ من شر نفسك، نفسك قد تضرك، فليس لك نصير إلا الله تعالى أن يعينك على نفسك، يعينك على نفسك ويعيدك من شرها. نسأل الله أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئاتنا.